سيارة ميتسوبيشي باجيرو قوية جدا وتصلح لجر الجياد، فهي قادرة على الانطلاق بمقطورة تبلغ حمولتها القصوى 3.5 طن والسير في المناطق الوعرة والمحيلة أيضا إذا لزم الأمر. ولأن كلمة باجيرو نوع من السباب باللغة الإسبانية، يتم تسويقها في البلدان الناطقة بالإسبانية تحت اسم مونتيرو ويعني الصياد. السيارة ليست قوية ومتينة من ناحية المظهر فحسب، بل هي فعلا كذلك. تعتبر باجيرو سيارة دفع رباعي بارعة للسير على الطرق الوعرة وواسعة بمقاعدها السبعة. لنتفحص صف المقاعد الثالث. خلف الباب الخلفي الكبير يوجد كما هو متوقع صندوق أمتعة كبير، لكن الوصول إلى صف المقاعد الثالث يحتاج لبعض العمل. علينا حمل المقعد وتثبيته ثم رفع مسند الظهر. لينتهي بعدها تركيب صف المقاعد الثالث. لنرى الآن كيف يبدو الجلوس في الخلف. سأقوم بقلب المقعد لأرى ما إذا كان الجلوس في الخلف مريحا فعلا. المكان ضيق ولا يتسع لفرد ركبتي أبدا. المكان ضيق جدا ومتعب لركبتي فعلا، في حين تبدو المسافة فوق رأسي كافية. باختصار، لا أجد الجلوس في صف المقعد الثالث مريحا عند السفر لمسافات طويلة. يبلغ وزن السيارة 2400 كيلوغرام. محركها توربو ديزل رباعي الأسطوانات بسعة 3.2 لتر وهو النوع الوحيد المتاح لهذه السيارة، تزيد قوته عن 190 حصانا وهو يولد عزم دوران أقصاه 441 نيوتن متر عند دورانه 2000 دورة في الدقيقة. أما السرعة القصوى على طرقات السير السريع فتبلغ 180 كيلومترا في الساعة. الشركة المصنعة تفتخر باستهلاك محركها القياسي البالغ 9.3 لترات من الوقود لكل 100 كيلومتر، لكنها استهلكت في اختبارنا لترا أو لترين بالزيادة. أكدت ميتسوبيشي قدرتها على خفض مستوى الاهتزازات والارتجاجات بشكل ملحوظ، إلا أن صوت محرك التوربو ديزل العالي يبدو عند زيادة السرعة واضحا جدا. السيارة الصلبة حادة الزوايا لا تحاول مجاراة نمط الحياة والموضة، فهي تبدو في جيلها الرابع ومنذ عام 2007 على حالها، وكأنها قد عادت لتوها من العمل في مزرعة ولا تهدأ عن العمل أبداً. الفرش جلدي بأكمله مع مقود وكونسول وسطي مطعمين بخشب الشجر العقدي، وهناك شاشة تعمل باللمس قطرها 6.1 بوصات ونظام صوت من روكفورد. كل هذا تقدمه هذه السيارة لتمنح بذلك انطباعا بسيطا من سحر التسعينيات. الشاشة متعددة الوظائف تبدو بمظهر كلاسيكي واضح. يبدو مظهر سيارة ميتسوبيشي باجيرو في المدينة كمزارع في حفل بالي. 91% من السيارات المطلوبة في الريف تكون مع إمكانية تركيب مقطورة.